بسم الله الرحمن الرحيم. أحببت أن أتأمل معكم هذه الحقيقة بسرعة. سورة مريم كم رقمها في المصحف؟ تأمل معي أخي الحبيب، لو عرضنا سور القرآن هنا، لو عرضت أمامكم سور القرآن، انظر معي، سورة مريم هنا، هذه هي سورة مريم، كم رقمها؟ فقط لنتأمل هذا الرقم أحبتي في الله. هذه هي سورة مريم، كم رقمها؟ 19. وضعها الله في هذا الموضع لماذا؟ بعض الناس قد يقول عبثا أو هكذا، أو هناك حكمة الله يعلمها، ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد شيء عبثا في القرآن. كل شيء بنظام، وكل شيء بعلم الله، وكل شيء بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. هذا العدد هنا له مقدار عند الله سبحانه وتعالى. لماذا 19؟ دعوني أتعرف على بعض أسرار هذا العدد. انظر معي أخي الحبيب، رقم سورة مريم 19. طيب، أين وردت سورة مريم، اسم مريم أول مرة في القرآن؟ سأبحث عن كلمة مريم وأضغط على البحث. طبعا 34 مرة في القرآن اسم مريم. أول مرة ورد اسم مريم هنا، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. انظر معي، هذه الآية عندما أنزلها الله، كم حرفا استخدم من حروف اللغة العربية لبناء هذه الآية التي ذكرت فيها السيدة مريم لأول مرة في القرآن؟ انظر معي هنا أخي الحبيب، هنا 19 حرفا. انظر معي، إذن استخدم القرآن 19 حرفا. الألف 20 مرة ورد في هذه الآية، الياء الواو الميم اللام إلى آخره، وهذه الحروف لم تذكر، 9 حروف لم تذكر، و19 حرفا هي التي تتألف منها هذه الآية الكريمة. طيب، قد يقول قائل هذه مصادفة. الذي يجعلني متأكد أن هذه ليس مصادفة ولا يوجد صدفة أصلا في كتاب الله، دعوني أذهب لآخر آية ذكرت فيها السيدة مريم. إذا ذهبنا أيها الأحبة لآخر آية ذكر فيها اسم مريم، نجد ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. انظر معي هنا، كم حرفا استخدم الله سبحانه وتعالى لبناء هذه الآية؟ أيضا 19 حرفا. انظر أخي الحبيب، عدد الحروف 19، يعني والله شيء في منتهى الدقة. يعني سورة مريم رقمها 19، أول مرة ذكرت فيها السيدة مريم في آية تتألف من 19 حرفا هجائيا، آخر مرة ذكرت فيها السيدة مريم في آية أيضا تتألف من 19 حرفا هجائيا. طيب، لو ذهبنا إلى قصة مريم في سورة مريم، انظر معي أخي الحبيب، هنا هذه سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انظر معي أخي الحبيب، أنا سأعد هنا عدد آيات القصة من عند واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم. هذه هي القصة، أول مرة ذكرت مريم هنا وآخر مرة ذكرت ذلك عيسى بن مريم. هذه الآية رقم 1، انتبه معي أخي الحبيب، أنا سأحدد الآيات. إذا حددت آيتين، أعطانا هنا الآيات المحددة، تأمل معي، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ما هي الآية؟ ذلك عيسى بن مريم.
يعني من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة عدد الآيات 19. سبحان الله، يعني الله عز وجل اختار لسورة مريم الرقم 19، وأول مرة ذكر اسم مريم في آية تتألف من حروف عددها 19 حروف هجائية، وآخر مرة ذكرت السيدة مريم في آية حروفها يساوي 19. وقصة مريم ذاتها من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة، يعني من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم، عدد الآيات 19. سبحان الله، يعني انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الدقة التي تجعلني أعتقد بل وأستيقن أنه لا يوجد شيء عبثا في هذا القرآن العظيم. كذلك أيها الأحبة، هناك ظاهرة غريبة جدا في هذه السورة. يعني أنا لو عرضت السور ثم ذهبت لسورة مريم التي رقمها 19، انظر معي أخي الحبيب هنا، هذه هي سورة مريم رقمها 19، وبحثت عن حروف مريم في سورة مريم، يعني كم مرة ذكر الميم الراء الياء الميم. اسم مريم يتألف من 4 أحرف. سأكتب حرف الميم هنا، سيعطيني هنا أنه ذكر 287 مرة. ثم أكتب الراء كما نرى، ثم أكتب الياء، ثم أكتب الميم. انظر معي عدد حروف مريم في سورة مريم كم مرة؟ انظر معي إلى هذا العدد العجيب أخي الحبيب، كم مرة؟ 1083 يساوي 19 مضروب في 19 مضروب في 3. سبحان الله، والله لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. مرتين 19 للتأكيد، ليؤكد لك الله أن هذه ليست مصادفة. حروف ميم راء ياء ميم، يعني مريم في سورة مريم لو عددناها، حرف الميم كم مرة والراء والياء والميم مكرر، جمعناها كلها نجد أنها تساوي 19 مضروب في 19 مضروب في 3. 3 هي تكرار اسم مريم في سورة مريم. اسم مريم ذكر 3 مرات في سورة مريم. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. والله أيها الأحبة، هذه الحقائق تدعونا أن نعتقد بل نستيقن أن هذا القرآن هو كلام الله أنزله بعلمه، وأنه يستحيل على بشر أن يأتي بمثل هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.